السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. أحييكم أنا علاء أمين. هنتكلم النهاردة شباب على الأجر باس. الأجر باس هو خدمة من مايكروسوفت بتتيح لك اشتراك تجريبي علشان تدخل تتدرب بإيدك أو تتعلم على الخدمات اللي بتقدم لك مايكروسوفت فيما يتعلق بالكلاود، وممكن ان انت تحصل عليه باكتر من طريقه. اشهرها ان انت تكون في كورس مع اي ترينر معتمد من مايكروسوفت فهو بيوفره لك، او مركز تدريب معتمد هو بيديه لك. عباره عن كود، هنفهم دلوقتي هو بيتعمل ازاي وازاي اقدر افعله واحصل على سبسكريبشن او اشتراك مجاني اقدر ان انا بعد كده يعني اتعامل من خلاله واتعلم اتدرب بايدي اشتغل علشان افهم، وكلنا في النهايه بنتعلم مع بعض. في البداية خالص حضرتك بتقوم بطلب الفاوتشر ده او الكود من المركز التعليمي اللي حضرتك اشتركت فيه او الترينر اللي حضرتك اشتركت معاه، فبيزودك بكود هنشوفه مع بعض. يعني انا دلوقتي على اعتبار ان انا يعني بعت لنفسي كود اهو، عبارة عن كود باخده كود الكوبي، ادي اول خطوة بروح على الموقع الخاص بأجر باس. خلينا نروح مع بعض. هيبدأ يفتح لي مايكروسوفت أجر باس، هقول له ستارت. طبعا انا عشان داخل اصلا بحسابي على اوتلوك او هوت ميل واتيفر يعني، فما طلبش مني اي بيانات دخول او اللي هي الكريدنشال او اليوزر نيم باسورد. فهنا هقول له انا كونفير، هنا حط البرومو كود اللي معايا، وبعد كده هو طالب مني هنا كابتشا، فزي ما احنا عارفين بدخلها بنفس شكل الحروف اللي هو مديهولي، بعد كده اقول له سبميت. يروح يعمل فاليديشن، هو هنا خد مني البيانات اللي هو البرومو كود، وبعد كده تقريبا دقيقه او اقل من دقيقه بيبدا ان هو يفعله لي، ولما بينتهي من تكوين حسابك بيبدا ان هو بيطلع لك اتفاقيه الاستخدام حضرتك ممكن توافق عليها علشان تعمل ساين اب من هنا. هيبدا يسالك تجربتك مش تجربتك الكلام ده. وتقول له سبميت. هنا هيبدا يعمل لك ريدايركت للاجر بورتال. هنا طبعا حضرتك لازم تدخل بالحساب اللي انت سجلت بيه اصلا لمده 30 يوم، وفيها كمان كريدت تقريبا 100 دولار. هنا نلاحظ ان انا عندي اكتر من اجر باس، او ان انا فعلت على الايميل ده اكتر من اجر باس. واحده انتهت اهي، والثانيه اللي احنا لسه مفعلين عليها الحساب اهو. فبالتالي هنا حتى لو عملنا بدانا ان احنا نعمل اي ريسورس او اي سيرفيسز فهو هيطلع لك السبسكريبشن تو سبسكريبشن. وبكده نكون يعني في الفيديو ده وضحنا ايه هو الاجر باس وازاي افعله على الحساب عندي لما اتلقى البرومو كود من الجهه اللي انا طلبته منها.